تابعوني أنا زاهر عمرين في الظهيرة بعد قليل على شاشة التلفزيون العربي. نقرأ في تداعيات الخطوة الإيرانية التصعيدية تجاه الرقابة التي تنفذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت النووية الإيرانية، ونقرأ كذلك في الملف التونسي بعد الخطوة التصعيدية تجاه القضاة من قبل الرئيس قيس سعيد وموقف الاتحاد العام للشغل في تونس، ونذهب نحو أوكرانيا ونتابع أيضا تطورات العملية العسكرية في شرق أوكرانيا حيث تحتدم المعارك هنا. كل هذه الملفات في الظهيرة الساعة الواحدة بتوقيت غرينتش، الرابعة بتوقيت القدس، على شاشة التلفزيون العربي أو عبر البث المباشر لقناتنا على يوتيوب. تابعونا.